السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أطايب. مثل ما عودناكم كل يوم اثنين عندنا مطبخ العالم، نستضيف دولة من الدول ونطبخ أكلة من نفس الدولة وضيوف جميلين من نفس الدولة. بس قبل ما نتعرف على الضيوف خلينا نرحب بأبو كريم الشيف فوزي. أهلا وسهلا. هذا كيفك أخ معك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله، كيف حالك؟ كويس الله يخليك. اليوم تعرف دولتنا يا أبو كريم؟ والله سمعت بنغلاديش. بنغلاديش على فكرة فيها أكلات مميزة وطيبة وبيتقبلها الضوء العام وبيشتهروا بالبهارات أيضا والأشياء هاي. الكاري، لكن الكاري هني مثل لأنه جزء من بنغلاديش، كانت السابق إذا تاريخ جزء من الهند. من الهند، نعم نعم صحيح. وبالتالي بعد عندهم بمطبخهم أكلات ملتصقة قريبة بالهندية صحيح. لا وهي كل الثقافات شبيهة ببعض. خلينا نرحب يا ابو كريم بضيوفنا. اهلا وسهلا. اليوم معنا زهير وارمن. تفضل يا زهير. تفضل يا ارمن، كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. هذا ارمن. هلا هلا. هذا زهير. ارمن، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يا مرحبا الشباب الطيب. ارمن زهير، انت شغل قناه مجد صح؟ قناه مجد. يا سلام. من متى شغل قناه مجد؟ والله 10 سنة. ما شاء الله تبارك الله. انت سوا صديق من اول يعني، ولا من متى معلوم انت سوا صديق؟ لا اجي يدخل القناه بعدين معلوم. ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم اطبخ طبخ بنغالي. هذا بس لازم قبل ما اطبخ هذا البس اكل بنغالي 100% 100%. كله البس جلافز. شو طبختنا لليوم يا كريم؟ نبدا نحكي عن هذه الطبخه. عاملين سمك بالكاري، طبعا بمعه الرز، لان الرز شيء اساسي بالنسبه كمان مثل معظم اهل الخليج. يا سلام. وراح نبدا نحكي عن مقاديره، بالرغم انه المقادير والمكونات كلها بيشوفوا على الشاشه. اول خطوه نحن عملنا فيها لحتى نبقى تحت سقف الوقت اللي بحدد الحلقه. يا سلام. السمك تبلناه، لكن راح يشيلوا يشوفوه المشاهدين. يا سلام. اليوم سوي سمك بالكاري. انت اطبخ يا زهير؟ نعم. طبعا هون نحن اطبخ على طول ما شاء الله. تبلنا السمك بالكاري والملح، طبعا هذا من بعد عمليه تعقيمه وتغسيله. وبالتالي هذا في ليه يا ابو؟ هذا لا، هذا سمك كامل همو، لكن حجم صغير، حبه تقريبا كيلو ولا كيلو و100 جرام. قلنا تبلناه بالكاري بشوي من الليمون، بالاضافه للملح، بالاضافه للقليل من الخل، وبالاضافه لمعزز النكهات. يا سلام. وشويه زيت قلنا بنحمره تقريبا 3/4 تحمير بالفرن، وبنبدا الزيت عم يعيط. يا سلام. الزيت عم يستنى بس امتى نحط السمك. اليوم يا زهير واليوم يا ارمن لازم انت اطبخ كل شيء. ابو كريم هذا وقفينا على هون، محضرين نحن مقدار من الزيت والزبده مع بعض. راح نضيف من هون تقريبا حبه كبيره من البصل المفرومي. يا سلام. يعني يلا امسك امسك يا زهير ما شاء الله على طول زهير. طيب وهون بهذه الطنجره عندنا مرق السمك. اها. سمك شرحناه قبل. نعم قبل مره. وبالتالي راح نستعمل مثل مرق الدجاج ومرق اللحمه. نعم نفس الشيء. بالاضافه للمرق السمك محضرين كذلك الشطه، لان الشطه هي بترافق معظم اطباق. شطه فلفل. الفلفل الحلق مقطع اللي هو الصغير. أيوة. هذا الطبق. أيوة. نعم نعم. والزنجبيل. يا سلام. بالاضافه لمكعبات صغيره من البندوره وعصير البندوره والثوم والخردل، والاساسي طبعا هو الكاري. يا سلام. الكاري طبعا فينا نختاره، طبعا فينا نحن نعمله بالبيت، لكن لما ناخذ كميه صغيره في انواع متعدده، لكن معروف انه نوع الكاري الممتاز لما تفتح العلبه تبع بتفوح ريحه. نعم. بتفوح ريحه كثير قويه. يعني وهيدي مكونات طبقتنا. او بالنسبه للرز طبعا نحن مغسلين الرز ونقعينه قبل الوقت ومصفيه من المي لنطبق هيدي الاكله سوا. بالرغم انا عامل اكله، لانه بتاخذ وقت اكثر من وقت الحلقه، انا عامل اكله جاهزه، لكن رح نوصف طريقه اعدادها بخطوه خطوه ونشيل الاكله الجاهزه من الفرن لما. يا سلام. هلا شو الخطوه الثانيه بعد البصل؟ هلا لما يدبل المفروض يدبل او يشقر البصل. اها. بنستمر بتقليبه. اطبخ كلام في البيت. ها ايش اطبخ؟ سلسله اكلات يعني. في سمك، دجاج، لحم. ما شاء الله يعني طبخ كويس انت. الحمد لله. وارمن كمان كويس. انت سكن سوا سكن سوا ما شاء الله.
مين مين نفر احسن طبق انت ولا هو؟ لا معلم كبير ها؟ شكلك شيف ما شاء الله. شوف اي بنغالي موجود سعوديه معلوم ايوه عشان ما في اكل زياده هو اطبخ منه اثنين ثلاثه نفر بس حبه زياده اكل لا انا طبخ انا اكل كده حبه زياده. يا سلام ارمل يعني انت برضو يعني هو مثلا زهير على طول كل يوم اطبخ ولا انت ممكن لا هو يوم انت لا يوم؟ انا اليوم هو اليوم انا اليوم هو اليوم ممكن نفر ثاني اول مره انت سمسك ممكن اطبخ دجاج سمك سمك كل شيء ما شاء الله تبارك وفي في سمك كثير سمك يعني حبوا سمك سمك عشان كده ابو كريم اليوم سوي سمك بقى عندهم على فكره بعض المدن مزارع السمك مثل ما احنا بنربي بعض الاحيان بالجبال والريف بيربوا دجاج يعني بيربوا سمك مزارع سمك جنب البيت بياخذوا هيك مزرعه سمك جنب البيت صح انت قدم هنا عشان ايوه الحين هاي طب خلي ارمل يشتغل شي شغله يا ابو كريم انا بدي اعمل هذا الخبز هذا بس حبه هذا هذا فلفل بعدين هذا جنجر معلوم جنجر هذا توم صح هذا توم صح هذا كاري هذا كاري يعني فلفل في كله ميكس خمسة أربعة نوع كده كله كاري شايف جايب لك طباخين طبعا طبعا على كيفك اللي عم تحكي عن الكاري هي شيء اساسي عمود الفقر تبع مطبخ البنغالي يا كاري يا سلام كاري ورز كل يوم ها كاري رز كل يوم رز مسلوق الخبز ما في اكل زياده خبز يعني شويه بس رز مسلوق زياده رز وخضار اي خضار ومرق يعني هي الادام يخلطوهم مع بعض ويلا ايوه طيب ارمن ايش في اكلات مشهوره في بنغلاديش ماش في كاري كتير وفي ايش اسم اكله في انا ابغى اسم اسم يعني كله اكله شعبيه كله بيت اكل ما في يعني ناس كل نفر في اكل بيت في اكل مطعم في مثلا هذا لحم سواسوا لحم ايوه لحم سواسوا في اللحم. ما في اسم كده بنغالي يعني اسم بنغلاديش كده اسم ما في يعني سمسم كبسه هذا اسم هنا كبسه بات. يعني دجاج بات. بات ايش بات بط هذا اسمه بط ايوه هذا رز يعني رز هنا هذا سواسوا في ركي بدا لحم سري لحم وفي طبق هذا بيراني لا بيراني ايوه في هذا كيسوري في تاني احمد سواسوا هذا رقدان سواسوا ركي اسمه كيسوري في وات كيسوري في وات بط في وات بيراني يعني كله اكلات شيء رز طبعا انا ذكرت بعد في هيدا عنصر اساسي فيها هي حليب جوز الهند حليب جوز الهند بيعطيها نكهه لهيدي الاكله هلا شو ضفنا هون يا ابو كريم ضفنا الشطه والعضا العضا يعني بلغتهم الزنجبيل صح اي زنجبيل ايوه صح زنجبيل وهذا ضفنا الثوم هلا راح نضيف الفلفل الملون طبعا هيدي للتنكيه يعني تقريبا ملعقتين من كل نوع بنضيفهم لفوق هدول المكونات بالاضافه لحبه من الطماطم كذلك المقطعه مكعبات صغيره مثل ما قطعنا الفلفل. زهير انت معلوم اطبخ كبسه؟ لا كبسه انا ما في معلومه كبسه سمسم اكل البنغالي يعني يسوي رز يسوي دجاج حط سوا لا علن كان في كبسه في مطعم عليهم يسوي كبسه في كثير ناس في السعوديه شغل اللي هو اسمه مطعم اللي معلوم هذا هو اسمه في كبسه ومعلوم انت معلوم كبسه انا مش معلوم لسه بس في نفر كثير اول كان سعوديه شغل اللي هو اسمه مطعم في كبسه العظيم في العالم من الكام من في كبسه خردل هو يسوي كل زما كبسه ما شاء الله كل زما خلاص صليت زما هو يسوي كبسه سهل كبسه سمسم اكل ما في صعب يعني يا سلام هلا ضفنا كل الخضار الخضار الملح ضفنا الخردل وهيدا طبعا الكاري يلي هو طبعا اساسي والنكهه البارزه بهيدي الاكله يا سلام راح نضيف كوب من حليب جوز الهند بنقلب فيهم مع بعض هذا معلوم كوكونت ايوه كوكونت اي جوز الهند معلوم كوكونت اوكي وهيدا عصير الطماطم السلام. والان هاي اللي راح نطبخ فيها الرز هيدي بنخليها شوي لحتى تغلي من بعد ما نضيف لها تقريبا ما يعادل كوبين من مرق السمك بنغطيها لتغلي مع بعض لتاخذ النكهات وتتداخل مع بعض وبعدين بنساوي السمك لكن بهي بنساوي الرز لكن لما يستوي الرز نص استوى منشيله على طبق بيقاوم الحرارة او صينية وبنحط نص الرز وبعد ما نحط نص بنحطه بنص الرز السمك اللي احنا عم نشويه
وبنغطي بالمتبقي من الرز السمك. السمك ابو كريم معلش عذرا لمقاطعتك بس السمك بياخذ وقت مثل الدجاج ليستوي ولا اقل؟ اقل اقل. الان احنا حتى شوي نحمس المشاهدين ونفرجيهم خلينا نشوف السمك على الناس خايل اللي احنا اصلا مسويينه قبل بوقت. ارمن ايش يعني سمك بالبنغلاديش ببنغ في سمك ده؟ لا كلمه ابغى ماس سمك ماس. طب مثلا أوكي. لما يجي ضيف في ضيف لما تعال هنا عشان ما في وقف ورا زهير. لما يجي ضيف مثلا انت كيف رحب؟ مرحبا حياك الله كذا سمسم. هناك ايش كلام هناك؟ الله السلام عليكم كيف ناسين؟ كيف ناسين ايش يعني؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ ايوه كيف ناسين كيف تميلي يعني مدام كيف اولاد كيف هذا كلام. كيف ناسين ابن بچا كيف ناسين؟ ما شاء الله بس كلام بس. طيب بعدين سوي عفوا انا شلت السمك اللي يعني من الفرن. ايوه وين السمك؟ هذا السمك والرز طبعا هاي النسخه هاي اللي بتصير بعد ما هيدا السمك بالوسط. لاحظ رح ناخذ من هيدا السمك جزء عفوا والرز هذا بعد ما احط سمك ورز هنا اطلع سمسم كده. اوكي نسكبون. طبعا عمليه المكسرات بشكل عام ما بيحبوا المكسرات كثير. هو بيستعملوا اكثر شيء معهم الخضره او يعني مثل الكزبره او بقدونس. طبعا الكزبره الطازه بتكون مرافقه لهيدي الاكله. لكن احنا في شغله كثير مهمه لما نحط السمك اللي نحن عم نشويه بالفرن بنص الرز ونخلي الرز يستوي بالكامل بالفرن بيتنكه الرز كله بالسمك. اها نحن الان ما جينا بعد لناحيه السمك. هلا رح نشرح خطوه بخطوه عشان المشاهدين ايضا يكونوا معنا وما يعني يفوتون اي فقره. الرز اللي نحن عم نشتغل فيه بهيدي المرحله. والله الريحه كيف الريحه كويس. والله لكن شطه حركه كثيره عشان الريحه كويس. صحيح كلنا نفر من بنغلاديش حب شطه فلفل. لا فلفل ما في مشكله. ما في مثلا نفر كلام انا ما في حبه شطه. لا كلنا لا ممكن شطة. في 1000 نفر 1000 نفر كلام كلنا نفر يحب شطه كلنا نفر ده. مش ان كويس هذا طعم كويس يجي لها ما بقدر اي شيء طعم كويس يجي فلفل كذا. يا سلام خلي عندك ما في مشكله. انا بشيلهم ورح نبدا نشتغل بالعجينه نعمل هيدا خبزه الفرزاتشي بشكل كثير سهل وواضح. معلوم اسوي خبز عجين زي كده ولا ما في معلوم؟ والله ما في كنا لسه ما شو ان شاء الله الحين معلوم ان شاء الله. هذا ما شاء الله ابو كريم سوي انواع حلويات خبز كله زمزم كده ما شاء الله تبارك الله. حلوي اسمه خبز الفرزاتشي يا ابو كريم؟ خبزة الفرزاتشي. يا سلام. طيب قبل ما نرجع لخبزة الفرزاتشي الفقرة اللي دائما انت بتحذرها يا ايوه هي طبعا هذا الموضوع بالنسبة على فكرة كثير بالناس العلاقة معهم بتشجعنا وبتحمسنا انه نزيد من هذه المعلومات اللي نحن عم نقدمها كل يوم من ضمن الحلقه وكثير مفيد على فكره وكثير حسب ما عم بيوصلني رسائل وكثير انه بحرصون انه ما نتجاوز او ما نخلي اي حلقه تمر بدون هذه المعلومات. وهذا رح نتوقف لهذا الجزء من المعلومات ونرجع لكم. هذا البرنامج برعايه رز الشعلان من زمان احباب قصر الاواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. يتبع اللوز الفصيلة الوردية وهو نوع من أنواع البرقوق وتعتبر بلاد الشام الموطن الأصلي لأشجار اللوز ومنها انطلقت إلى شرق آسيا والعالم الغربي. انتشرت زراعتها حول حوض البحر الأبيض المتوسط في العصور القديمة. توصل الباحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تناول اللوز يساعد في المحافظة على سلامة الأمعاء والقولون ويمنع ظهور الأمراض السرطانية فيها. وتبين من خلال التجارب التي استغرقت مدة 6 أشهر تحقيق وقاية أفضل من أورام الأمعاء السرطانية. ويحتوي اللوز على قيمة غذائية عالية وله فوائد كثيرة. ويدخل الزيت المستخرج من اللوز الحلو في صناعات تجميلية وصيدلانية
فهو يطري ويقوي الجلد الجاف ويهدئ الحكة ويسرع في شفاء الأمراض الجلدية والحروق السطحية ويسكن آلام الأذن الوسطى ويرمم غشاء طبلة الأذن ويسهم تناول ثمرة اللوز في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ولبذورها الحلوة آثار مسكنة ومهدئة وملينة ويساهم في إطالة الشعر ويمنع انتشار بيوض القمل لعلاجه فروة الرأس المتشققة ويحتوي لب اللوز على الفوسفور الطبيعي وهو عنصر هام للأعصاب ونشاط الدماغ والوقاية من العديد من الأمراض بالإضافة إلى احتوائه على نسب مرتفعة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والزنك كما أنه غني بالأحماض الدهنية النباتية غير المشبعة والعديد من الفيتامينات الهامة كفيتامين ها الذي يلعب دورا أساسيا في مكافحة علامات التقدم بالسن ويساهم في زيادة الخصوبة الجنسية لدى الذكور والإناث وتساعد مركبات فيتامين باء المتعددة على قوة خلايا الدم الحمراء بالإضافة إلى أنها تشكل حماية ضد الأمراض المزمنة الناجمة عن التأكسد بسبب احتوائها على الفلافونويدات المضادة للأكسدة هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان طبعا نرجعنا من بعد الفاصل نأمل يكون اختيارنا لهذه المعلومة اللي عم قدمها دايما عم نتوفق فيه يلي فتح التلفزيون الوقت متأخر وما تبعنا من أول حلقة رح نحكي بشكل سريع علما أنه المقادير بتشوفوها على الشاشة نحن عملنا اليوم رز على الطريق بالسمك على الطريقة البنغالية كنا مجهزين الزنجبيل البصل بالإضافة للثوم والفلفل بالإضافة لحليب جوز الهند والكاري بالإضافة طبعا للرز اللي نحن غسلناه ونقعناه حوالي ساعة بالماء وصفيناه بعدين بعد ما حمرنا البصلي وضفنا باقي المكونات اللي شفناها هلا الرز هذا الخضره والمكونات اللي دخلت مع بعضها رح تضيف الرز طبعا ما ننسى انه ضفنا كذلك من مرق السمك ما يعادل تقريبا كوبين رح نضيف هذا سبحان الله ريحه الزنجبيل واضحه جدا لانه الزنجبيل مهما كان كميته بسيطه تلاقي وده مفيد حرك فيه زهير وبعدين هلا لما يستوي نص استوى الرز بهيدي القدر ننقله على طبق هون عندي طبق بقاوم الحرارة رح شيل هيدا الطبق ونشيل السمك قلنا بناخد نص الرز بنحطه بأرض هيدا الطبق وبناخد السمك بنحطه فوق أول جزء من الرز وبنحط الجزء الثاني من الرز فوق السمك وبنغلف مثل ما كان عملنا وبعدين بنحطه بالفرن حتى تتداخل كم المدة يا أبو كريم؟ بالفرن بحاجة حوالي 40 إلى 45 دقيقة 40 دقيقة مسكر أو مغلف بإحكام المفروض يكون الفرن جاهز للحرارة المطلوبة بهيدا الوقت نحن عم نشتغل بالرز رح نخفف النار تحت منه رح ننتقل ونبدا بخطوات تشكيل هيدي العجينه يا سلام ما شاء الله عليك يا زهير معلومه ليش ما بيفتح مطبخ يا زهير سوا انت وروى سوا مطبخ افتح اكل بنغالي كله ان شاء الله هذا بنغلا كلام هذا ما سير برياني ما سير برياني يعني ايوه يعني سمك برياني ما شاء الله نحن عندنا بيت عزاء في ماس سمك فيه وهذا اسمه إليش إليش سمك التوم كويس تيستينج كتير هذا سمك سمك كبير صغير لا في كبير في صغير في كبير بس وهذا اسمه إليش إليش هذا كتير كويس أطبخ مع رز كمان هذا حصل أنت دمام ده كله ما كان حصل ما في حصل هنا رياض في حصل رياض في بطة في دلة كويس في كله ما كان حصل سلمني اسمه إليش إليش. انت عجيب قال لي كلام في إليش كويس بس هذا لازم ندوق إليش سمعت هذا بهذا الإليش يا مخي سمك ايه اسمه إليش كيف شكل يعني هو شكل ابيض موجود هنا بال في ايش اسم ثاني في اسم معلوم عربي في اسم لا كان في اسمه روي في كاتلا والله بكره بنجربه إليش لازم أيوه. انت اطبخ بعدين احنا ندوق خلينا ننتقل للعجين حتى ما نفوت اي معلومه احنا كسرنا حبتين من البيض يا سلام حطينا ملعقتين من السكر البودرة وحطينا ملعقه ونص من الملح وراح نضيف لفوق هذول كوب من الكريم لفوق هيدي المكونات تمام. وبعدين بنضيف
كوب ونص من المي، ومنضيف لفوق هيدول المكونات ملعقة كبيرة من الزبدة. رح شيل ملعقة كبيرة من الزبدة من هون، ومنضيفها لفوق هيدول أو هيدي الخلطة، وبنخفق أول خطوة مع بعض مع إضافة ملعقتين من مقدار الطحين يلي نحن رح نستعمله أصلا. نخفق مع بعض مع إضافة طبعا الخميري. شو رح نحط هلا كمان؟ ضفنا الخميري. خميرة. أيوة. كم ملعقة؟ هي رح أشوفه الملعقة كبيرة خميرة. نخفقه مع بعض بشكل سريع. بتتدخل هيدي المكونات كلها. يا سلام. بعدين منشيل شريط الخفق من بعد ما خفقناه هون، ومنحط هيدا الخطاف. ومنحط المتبقي من الطحين لنحصل على العجين الجاهز للتشكيل من بعد ما نريحه. يا سلام. أرمان انت ما في هناك حلويات مشهور ببلاد؟ ايش يعني ايش حلويات هناك؟ في كثير حلويات، في معلومة بكاري انا محل هذا خبز سمسم خبز. في كثير سوي هذا بسكوت سوي كثير. أيوة. هذا هذا في العيد ولا نقول يعني سمسم حلال سعد الدين. ايوه انا سمسم هو في اسمه كثير اسم يعني كويس، هو افتح محل هو سوي هو بيع يعني في كيك بسكوت اي شيء كويس. في هيد لحاله هيد هذا كله صحن في ايزي ضيف كل بيت ايزي ضيف هو سوي طبق هذا اسمه سمي سمسم مكروني. ايوه مكرونه سوي سوا 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 حليب. ايوه وسوا سوا سكر سوا سوا معلوم هذا اسمه مسمار سيدي صغير. مسمار؟ لا في هذا هيل 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 سوي في سوي كثير كويس. ايوه سمسم وهذا فريزي هو سوي وهذا ملكه بس وهذا فر وهذا سوي. بس انت ما بسوي انت روح هناك بنجلاديش؟ لا سوي ماما ماما سوي زي هذا صديقي زي دوي في. انت زواج يا انا زواج في اولاد؟ يلا ان شاء الله اولاد. وانت يا ايه؟ الحمد لله زوج في بنت ولا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. نعم العجين. بعد ما رح يشوفوا المشاهدين المكونات العجينه هاي، طبعا هيدي العجينه من بعد ما نوصل لهيدي المرحله بنريحها حوالي 30 دقيقه ليتضاعف حجمها وتتخمر ونرجع بنعجنها مره ثانيه. يا سلام. رح نرجع على هون، لكن اي اللي انا مسويه انا هون عامل نسخه قبل الوقت. شوف ما شاء الله عامل صارت مثل البالونه. هيدي هي هون جاهزه ما شاء الله انتفخت. ايوه هيدا العجين فينا نعمل منه من هيدا العجين اكثر من نوع من الخبز. طبعا كيف بنعمل اكثر من نوع؟ بس ممكن نعمل بالخبز ننتر عليه حبه البركه. هيدا نوع من بالسمسم، نوع بالزعتر، نوع بالسماء، نوع بهيدا الانواع كلها، بالفستق، بالانواع متعدده من نفس العجينه. كذلك فينا نستعمل نفس العجينه للفطاير والمعجنات. بس سؤال ابو كريم. أيوه. انا عملت العجينه هلا لازم استخدمها كلها في نفس الوقت ولا بحسن نخبي لبكره او كذا؟ انت اول شيء فيك تحدد حاجتك. اما اذا لاي سبب بقي منها فيك، لانه اذا حطيتها بالثلاجه حتى لو كانت بارده حترجع تكبر، حترجع ترتفخ. فيك تفرزنها. تفرزنها لكن تعملها الواح، يعني بتكون بهيدي السميكه 2 سم وبتفرزنها وبتلفها بشكل جيد بحيث ما يتسرب الهواء المباشر لها بالداخل، وبتلفها بورقه الومنيوم بحيث ما يتغير كذلك لونها. يا سلام. عرفتي؟ وبتخليها لو لكن 3 اشهر اذا غلفتها باحكام بطريقه تجميد مستقر، يعني ما يكون التجميد صعود وهبوط، بقعد 6 اشهر بتستعملها بكل. يا سلام. طيب هلا هيدا العجين رح ناخذ منه جزء. جيب لك طحين؟ لو سمحت ما شاء الله عليك. شايف؟ فنان صاير فنان. والله يا ابو كريم. سبحان الله. خليني قبل ما نبدا بهذه العجينه لانه بياخذ وقت، هذا الرز. الرز شو صار فيه؟ ايوه شوف. زهير انت امسك رز، لازم كل شوي شوف. شوف زهير. الان انت في مساعده يا زهير. انت في مساعده بعدين اعطيك 5 نفمه سفري. زياده. ما يبغى اخذ هذا سفري؟ شوف هيدا السمك كمان يلي ما سمعنا شو قلنا بالاول او ما التحق فينا، السمك هيدا تبلنا نحن بالكاري وبالزيت وبالخل وبالملح او ما يلزم من الملح، تقريبا استوى الان 80%. رح ناخذ نص هيدا الرز نحطه بهذا الطبق، خليني وصل الطريقه بشكل اوضح. يا سلام. قلنا ناخذ هيدا الطبق، هيدا الطبق، وناخذ هيدا الرز يلي تقريبا قلنا صار نص مستوي.
وبنحط نص الكميه بهذا الطبق. نص الكميه؟ ايوه نص كميه الرز. نعم. وبعدين بناخذ السمك كله. اوه او حار حار الرز هذا. هيدا السمك لما نحن هلا ندفنه بالرز المتبقي بياخد الرز كله نكهة السمك الرائعة والطيبة. يا سلام هذا السمك. الله. وبناخد الرز المتبقي. يا الله يا سلام والله يعني ما شاء الله الفكرة هاي مع انه يعني ممكن ما تخطر على بال حدا ولكن لا لا على فكره كثير خطوه هيدي الخطوه يعني مش بس هيك بتعطيك نكهه مميزه لهيدا الطبق. شو بنعمل؟ بنجيب ورقه زبده او ورقه البرشمان تبع اللي هو هيدا وبنغطي بنغطي مع ورقه الومنيوم. ورقه الومنيوم من الافضل دائما ما نخليه لامس الالومنيوم. انا سكن بخليه ما نخليه لامس الاكل بشكل مباشر. بنغلفه قلنا بحاجه ل 40 دقيقه من الوقت لنحصل على هيدي النكهه اللي نحن سبق سويناها. يا سلام. ارمن مين بنجلاديش مين احسن طبخ رجال ولا حريم؟ حريم. حريم احسن. حريم احسن. مع انه ما شاء الله يعني في كثير رجال. كله حريم في شغل بيت. اه. كله حريم يسوي مطبخ، كل شيء يسويه هو يسوي ممكن سمسم قرون هذا يسويه بده هو. ورجال ما في ساعد ما في شيء؟ رجال ما في غير مساعدة رجال كله مساعدة يسوي مساعدة بس أكثر شيء هذا كان هو كله شغل. أيوه طب أنت زوير ما في لما أروح هناك عند مدام هي شغل ولا أنت شغل؟ في شغل مدام بس ممكن في شوب زيادة شغل أنا أسوي مساعدة. مساعدة أيوه على طول مساعدة. يعني يعني ممكن أنت معلوم طبخ أكثر منا ولا هي معلومة أكثر منا؟ لا 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 مدام زيادة ما شاء الله. وفي موجود في شركة هذا سمسم سعد الدين. سمسم هذا كله شركة شغل رجال. أها يعني أيوه هو شوف على فكرة يعني في كثير ما شاء الله طباخ رجال معلوم 100% أكثر من حريم. ايوه رجل معلم زيادة شوف بارتي كبير اي شيء فيه أيوة. في طبخ كله رجل طبخ كله رجل صح كله صح صح. يا سلام. لا على فكرة بالنسبة للعنصر الذكوري بالنسبة لمعظم المهن بتلاقي حتى يعني اللي بيخص الامرأة مثل ملابسها مثل المكياج تبعها مثل الزينة اللي بتستعمل المرأة الرجال الرجال مشان هيك سبحان الله لا هذا ما مش ما هو انتقاص هو كل طرف بيكمل الاخر يعني ما هو انتقاص بالجزء الانثوي او الجزء النسائي لكن سبحان الله انه بتلاقي الاكل الملبوسات حتى التجميل بالنهايه الرجال اللي بيقرر هذا الشيء. يا سلام. هلا بعد ما فردناها يا ابو كريم شو الخطوه التاليه؟ رح نقطعها. هذه عم اقول لك الطريقه او هذه الخبزه بتاخذ وقت لكن جديره انه نجربها. حلو. انا هقطعها بسماكه تقريبا اقل من نص سنتي. اوكي؟ ابو كريم هلا حط فرن سمك رز كم وقت يعني؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة عشان ايوه مشان انت معلومة ها؟ عشان نسوي بيت. ايوه. 40 دقيقة لكن بس انت لازم شغل فرن اول ما في يعني انت ركب بعدين شغل فرن الاول فرن هذا جاهز ايوه على حرارة 400 فهرنهايت. يا سلام. طيب الان من هذه المرحلة انتهينا شو بنعمل؟ اها رح اجيب انا هذا الطبق ونقطع خمس اقراص من هذا العجين. اوكي هي وحدة. يا سلام. طبعا الهامش من العجين او الباقي منه نرجع نرجع بنحطه مرة ثانية نعجنه مرة ثانية. تمام بنكفي كل العجينة؟ لا هذه أول مرحلة هي لسه هذه المرحلة اللي هي هذه لسه لسه هذا الباقي مرحلة ثانية. الله لكن والله يعني ما شاء الله هاي متعوب عليها جدا فعلا وفينا نحشيها مثل ما قلنا مثل هي سادة اللي انت عاملها ابو كريم هيدي بنكهة الزبدة بس ايوه يا سلام حتى بعض الخبز بتلاقيه حتى لو سادة بتلاقيه يعني فعلا. جدا كويس الان شلناهم هذولي وبنعجنهم مرة ثانية وبنستعملهم يا سلام من بعد هيدي المرحلة
شو بنعمل؟ رح اجيب انا رداد الزبده من عندي من هون. اها رداد الزبده. طيب هذا رداد الزبده خليه وناخذ نرش على اربعه من هون. اها ونحطهم فوق بعض. ايوه هناك ما في اكل خبز كله رز ولا في لا خبز؟ في اكل خبز كيف؟ في فطور حطينا فطور بس فطور غدا رز غدا رز كل وحده فوق الثاني. كل وحده فوق الثاني. هسه شوف كده هذا سمسم كوز. ايوه انه الصباح كله نفر فطور هذا سمسم. اها ايش سمسم ايش فطور مع خبز ايش ثاني؟ صلصه في لحم في تشيكن في بيض كده في بيض في بطاطس في شيء. اوكي بعدين ضغطنا عليهم مصاري فر حجم حطنا زيت شوي. بدي ورقه زبده من عندك لو سمحت. اوكي هذا ورق لا 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 ورقه زبده. ايوه زهير كان بيعطي زبده. اوكي طيب نحطها هون. من بعد هيدي المرحله رح نقطع بهذا الشكل بالنص. بالنص لكن بدون بعلامه زائد يعني اول وحده. الله بعدين من هون هيك. يا سلام. وبعدين رح اجيب السكين. ايش رح نعمل يا ابو كريم؟ لانه خلينا نخلص هالمرحله هاي. بعد هاي بالمرحله ايوه رح نقطع من هون. والله يا اخي صعبه والله. لا مش صعبه. واحد بده يكون فنان بالرياضيات مشان يعمل هالاكله هاي. يا سلام. وتعال خلينا نشوف كيف راح. شوف 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 يا سلام. شوف اول كريم ما شاء الله كويس. اوه هو شوف دخل من جوا سوي كذا ما شاء الله. هي لحالها بتنتفخ هيك بتصير هيك بالضبط بالضبط. بدك تريحها بس. يا سلام. لا مش بعد هيدي اول هيدي الجزء هيدا باقي خبزه بقى لسه فوق. ايوه ايوه صح اربع خبزات. طب ابو كريم شو أوكي. رايك نطلع فاصل. نطلع فاصل بسيط ونرجع عشان دايما ما شاء الله عليك ابو كريم. نطلع فاصل بسيط وبعدين بنرجع مشان نكمل الطبقات الثانيه بحاله. يا سلام. اذا المشاهدين الكرام نطلع فاصل بسيط لا تروحوا بعيد راجعينكم على طول. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. مائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب. سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز الرياض طريق الملك عبد الله امام صحارى مول. www.mariz.com.sn مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد ما شفنا أبو كريم عمل المرحلة الأولى بخبز الفرزاتشي. شو اسمه؟ فرزاتشي. أيوه. هلأ الخطوة الثانية أبو كريم. قطعنا نفس طريقة تقطيع العجين بالأول لكن هي عم بعمل أقراص صغيرة. يا سلام. رح نوصل لهذه المرحلة ونستعملها نشيل هذا الفائض. يا سلام.
يعني عملنا 2 صغار وثلاثة وسط تقريبا. ايوه بنحطهم فوق رفيقهم ما شاء الله تبارك الله. بعدين شو بنعمل؟ بنقطع هيدي خبزي او هيدي العجيني بهذا الشكل من اجزاء من اولها. يا سلام. بعدين بنقرب هيدي، لكن معلومة كتير مهمة، إذا لقينا العجين مش طري أو مش خفيف ممكن ندهن ببياض البيض هذا الطرف بحيث يلتصق العجين ببعض. رح ناخد هيدي ونعمل نفس الحركة؟ لا طيب خلينا نشوف. يا سلام هاي. يا سلام أرمان. نعم. أنا معلوم أنت ما شاء الله في إنشاد وكده ومشاركات صح ولا أنا إشاعات؟ انا معلوم ما شاء الله انت يعني من كثر ما هذا برنامج في المجد انشاد 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 انت ما شاء الله تعلم انشاد. بس اليوم ابغاك تنشد في البنغالي ممكن؟ نشيد؟ ايوه نشيد كذا وطني اي شيء. معلوم؟ معلوم نشيد. يلا بسم الله توكل على الله. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার পানে, ও মায়া আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলায় আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলায় আমি তোমায় ভালোবাসি। সালাম হাদু নাশিদ ইয়ানেশ মাশা নাশিদ এস হাদু নাশিদ ওয়াদানি হাদা এনে হেব্বু এনে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ইয়ানেশ হেব্বু আনা বালাত হেব্বু আনা মামা হেব্বু হেব্বু আনা কোন মানতাকা আইওয়া মামা হেব্বু আনা মামা ও বালাদ ও মানতাকা কুল সালাম ওয়াল্লাহি সাফা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আমি انطربت يا ابو انطربت مع الموال هذا ولا شو اسمه هذا اخر وحده بدنا ناخذ هون بالوسط الله وحده صغيره قطعه من العجين والله يعني وبنعملها هيك قرص بنحطها هون تعبناك معنا والله يا ابو كريم. هلا هيدي نفس النسخه يا نعم لكن هيدي المفروض نريحها لحتى يرتف ترتفخ ويتضاعف حجمها، بعدين ندهنها بصفار البيض المخفوق مع الحليب او الكريم وبندخلها على الفرن. صفار البيض المخفوق مع الحليب مع الكريم مع الكريم اي اوكي وهيك يا صار عندنا هيدي الطريقه جاهزه طبعا لما بعد ما تتخمر مثل الشمس طلعت يعني شكلها تقريبا ايوه يعني هيك شيء اي شيء فيك تسميها الحين معلوم يا زوير ايوه ان شاء الله اسوي شغلتها طبعا في انواع كثيره من هيدي العجين فيك تعمل طريقه ثانيه اللي هي مثلا بشكل سريع اذا بدك تعملها تعمل نوع من الضفاير ضفاير العجين ايوه يعني الملفوفه هيك لا جدولي ايه الملفوف ما ادري كيف أي يعني بكل بساطه انت بتقطع جزء من هيدا العجين ونعمل بهذا الشكل نقطع هذا الجزء من العجين 4 حبال او 3 حسب ما بدنا 6 7 قد ما بدك فيك تعملها 4 هو لا وخمسه وسته قد ما فيك يا سلام هي وحده اي واحد اوكي بس ما نخلي الراس ملتصق ملتصق نعم زهير انا ابغى اتعلم بنغالي علمني كلمات بنغالي ممكن يعني مثلا مرحبا كيف الحال مرحبا يعني ويلكم ويلكم انجلش يعني أيوه. طيب كيف الحال بالبنغالي هيك ويلكم إيه لا 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 بس انجلش انا اتكلم لا انجلش اوكي خلي بنغالي يعني مرحبا بس ايش يعني فكره هم بيتكلموا انجليزي يعني الهندي ولا هذا بيتكلموا بعض لا نحكي عن البنغالي لغه بنغاليه كيف الحال كيمناسو 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 ايوه كيف يعني كيف الناس ايوه كيف الحال كم الناس مرحبا يعني كلام ويلكم كل الناس كلام ويلكم ايوه بس انا بس كذا كذا كل نفر كلام لكن في لغه خصوصيه لا ما في كلام كل نفر ده انجليزي لحالي طب صحيح ارمن يعني بنغلاديش كل واحد لغه ولا في كثير لغه؟ لا في واحد لغه بس انا شويه فرق بس يعني فرق ممكن كلمات بس ايوه يعني الهنديه تكلموا انت كيف لغه شويه بايت كلام
ثاني. يعني الحين بنغلاديش شمال شرق كله كله واحد لغة بس شوية فرق بس. طب أنت من وين يا أحمد؟ من لوكيفور. وين هذا؟ هذا كان ممكن 100 كيلومتر بعيد من مدينة. إحنا من ذاك. شرق غرب فوق تحت وين؟ لا كنا جنوب ممكن. جنوب. أوكي هلا عفوا. بنوصل طريقة تضفير هذه العجينة. هلا إحنا واقفين طبعا أمام قطعة من العجين مقطعة أربع أجزاء. يا سلام. أوكي شو بنعمل؟ هيدول الأربع أجزاء من خلال نأخذ ثلاثة منهم بهذا الشكل. آه. بتجيب الأخيرة من هذاك الطرف بتجيبها لهون. وبتأخذ هاي. آه يا سلام. أوكي. يا سلام. هيك حصلت على هذه الضفيرة من العجين. نشيل هذه الأجزاء وبعدين كمان نريحها. هذه لما تريحها عشان تنتفخ. ترتفخ تدهنها وفيك هي نفسها تحولها ل كرواسون مثل الكرواسون لا دائرة. يا سلام. وفي نوع ثاني من نفس العجين تعمله بهذا الشكل. بعدين بعد ما تدهنها بالزبدة بتروح بتكفها حول مرة نفسها هي. وبعدين هي ايوه هذا بنوع من خبز الجباتي. الجباتي الهندي لكن بيحشوه بصل بصل اخضر لما ترقوا بحطوا جزء من بصل اخضر مع الزبده بيدهنوه هيك وبيحمروه بالمقلي. بالمقلي رهيب بس طبعا غير تركيبه. طيب هيك كم باقي معنا يا حبيبنا؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق رح نحاول ان كان ناخذ ديكور يا ابو. نعمل ثلاث دقائق. خلينا نشيل هدول من قدامنا على شيء سريع هيك بعد ما وصلنا. ايوه خلينا اقربشل لك انت انت روح. أيوه. يلا ماشي. يا سلام جوير انت كلام من دكه. أيوه. دكه هذا عاصمه. ايوه ايوه. طب دكه كله جبال ولا ايش ولا في جبال؟ ما في جبال. لا. ايش صحراء ولا ايش؟ اي صحراء. طيب بنغلاديش ما في بحر؟ في بحار كبير. ايش مدينه ايش اسم مدينه على بحر هنا؟ ده هنا جدا كوكس بدر. ايوه اسمه كوكس بدر. هذا منطقه اسمه كوكس بدر. هذا بحر كبير وبس هذا منطقه اكل سمك ولا كله بنغلاديش؟ لا كله بنغلاديش. كله بنغالي يعني كله بنغلاديش في اكل سمك وحب سمك زياده ما شاء الله تبارك. في مزرعه في سمك في مزرعه. ايوه اسوي مزرعه سمك. بيت سوا سوا في بيت كبير هذا. ايوه سمسم مزرعه دجاج مزرعه سمك. سمك. ايوه في فوق مزرعة سمك دجاج في تحت في مزرعة سمك. ما شاء الله. يعني طب ما في سوي خروف كمان مزرعة خروف؟ في خروف في مزرعة سوي في مزرعة في غنم ما شاء الله في كويس. أنت عندك مزرعة يا زهير؟ لا أنا في مزرعة في رز بس. رز وأنت يا رز؟ في رز مزرعة برضو رز. يعني رز ما في اشتري من برا؟ لا في نفر في مزرعة وأكل حقي ما في المزرعة هو يشتري من محل. بس يعني رز اشتري سمسم رز ازرع انت ولا ما في؟ لا بس يعني اشتري شوية غالي. هو سعر شوية غالي. ايه عشان طب هو اكل ولا بيع هذا رز؟ يعني انت الحين اكل ولا بيع؟ انا ممكن انا ابقى واي الشركة ممكن 20 كيلو. سوي 20 كيلو على جنب ممكن بعدين اكل بيع. ايوه مزرعة كبير ولا صغير؟ كبير ما شاء الله تبارك. مزرعة رز؟ ايه مزرعة عندهم مزرعة رز يا ابو. يا سلام. طيب ايوه شو رايك تسوي كده انت يا زهير؟ لا لا هذا شويه مستوى عالي في مطعم هذا مالهم كبير شيف كله كبير وسوي. ايوه فندق كبير هو يسوي. هو ما شاء الله ابو كريم يعني كل هذا زمان قديم مطار كل شيء ماله الحمد لله بشكل كبير كفي النوم ما شاء الله ابو كريم. انت ممكن نسوي على رز هذا تحفر على رز تجيب رز؟ لا في ناس على فكره في ناس تحفر على الرز تكتب شعر. ايه في ناس تكتب. انا بتذكر مره يا ابو كريم واحد في سوريا كان بيكتب الاسامي على الرز فقلت له اكتب لي معن. والله كتب معن وهلا عندي هيك بعلمي. انا اكتب اول كيف انا اروح المدرسه بعدين انا اشيل حقي انا في اكل غدا يعني. ايوه الحين كثير يعني شيل نفر سمسمانه تمام فاني كيف معلوم بعدين انا اكتب زهير كذا كذا من حديد سوا كذا اكتب
زهير عشان معلوم ما في معلومة. ما في نفر يسرق ما في يا سلام هيك على فكرة هيدا الحفر والزينة هيك بتوقف أول شيء على الإرادة وعلى الإصرار وعلى العزيمة وإنك أنت ما تحس إنك يعني محبط إذا فشلت أول مرة. ما هو شيء صعب ما هو شيء صعب أبداً. بقي معنا تقريباً دقيقة يا أبو الكريم. أوكي نحن نوصل الطريقة الأساسية والمشاهد بكفيها على مهله. سهلة والله تقريباً. جداً. واحد بالممارسة وبتوقع اللي يعني بتابعوا قطايب أكيد راح يكونوا تعلموا من هالشي يعني ما دام شافوا أكثر من عزيمة فبيكونوا تعلموا هالموضوع. ونحن كمان ايضا حابين نذكر الجمهور انه صراحه هو تفاعلهم هو اللي بيهمنا لازم دائما يكونوا معنا اي طلبات بدهم اياها اي وصفات جديده ممكن ايضا تتواصلوا معنا وتطلبوا منا اي اكله جديده ما عملناها ممكن ايضا تعطونا ملاحظاتكم على الحلقات ممكن تجربوا الاكلات عندكم في البيت وتعطونا ملاحظاتكم وتصوروها ايضا وتعملوا نتائج على حسابنا في الانستغرام وشكرا طبعا احنا كمان بالنسبه لهذا الزيني نحن هيدي الزيني رح نكون عندنا باذن الله على حسب ما بيجينا طلبات خاصه انه حيكون عندنا حلقه مخصصه بس نعمل فيها حفر او نعلم فيها طريقه حلقه مخصصه للزيني نعم بالاضافه للاتيكيت نوع الاتيكيت تشمل طبعا طريقه مثلا طويف وضع السفره طريقه مثلا اذا كان عندك اسره مين بيقعد على الطاوله مين بيقعد على اليمين مين بيقعد على الشمال اها طب جميل هاي الحلقه متى حتكون يعني قريبا ما في حد لكن باذن الله ببرنامجنا او بالخطه المستقبليه حيكون عندنا هيدي الخطوه او هيدي الحلقه ان شاء الله باذن الله اذا لهون نكون وصلنا لنهايه حلقتنا يا ابو كريم زهير شكرا والله هذا السمك ما شاء الله 100 100 شكرا شكرا يا ارمل انت ما شاء الله اهلا وسهلا كل نفر طباخ كده هلا 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 ما شاء الله ان شاء الله ارجع بنغلاديش هناك ومدام كله ما اسوي اكل حلويات كده 100 100 شكرا يا زهير شكرا يا ارمل شكرا لك يا ابو كريم مشاهدينا الكرام نامل دائما مثل ما بيخدم حلقتنا بنامل نقول ملاحظه صغيره انه اي شيء بتحبوا توجهوه لنا سواء كان سلبي ام ايجابي نحن بكل صدر رحب مفتوح او مفتوح بنتقبل هذه الملاحظات لانه منكم نستفيد ومنكم طبعا اذا ما نورتونا واعطيتونا اخطائنا لحتى نصححها ما حنقدر نصحح اكيد بالمستقبل بهذا هذا الشيء باي وسيله اتصال فيكم توصلوا ارائكم واهلا وسهلا فيكم دائما مع السلامه اصايا